نتكلم في حته طور المدربين، تعالوا نشوف التقرير ده مع بعض عن مدربي اكاديميات النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيحب يقدم مردود كويس ومردود متميز بالنسبه لاي اكاديميات تانية مختلفه عننا. احنا لازم نكون احنا ان شاء الله باذن الله الافضل في كل شيء. دايما بنحاول نقدم خدمه متميزه للناس، دايما بنحاول ننتقي عناصر متميزه، بنقدم افضل خدمه، عندنا افضل مدربين بننقيهم على بعنايه فائقه طبعا، لان في الاخر المدربين دي بتتعامل باسم النادي الاهلي وبشخصيه النادي الاهلي، وازاي يتعامل بنفس الاسلوب اللي ماشي عليه كل سيستم النادي الاهلي. ده اللي بنحاول نقدر نسعى ليه دايما جاهدين ان شاء الله في الفرع هنا. طبعا عندنا الاعمار السنيه صغيره بتفرق كتير طبعا، بس اهم حاجه عندنا ان الولد يعني بيبقى جاي بياخد شغل المهاري بالنسبه لنا، بيبقى عن طريق ان هو يعني بديله العاب صغيره، بديله المهاره زيه زي الكبير، بس الفرق بين الكبير والصغير ان انا اقدر اديها له على عده خطوات. يعني انا في الاول اديله الاحساس بالكره، ممكن يفضل ماشي بيه كتير، سواء بقى الاحساس بالكره وهو ماسكها بايده، ماشي برجله، شغال بيها، بياخد وقت معايا قبل ما ياخد الاحساس بالكره. ابتدي بقى اظبط له المهارات، بس ببتدي ان انا اجزئها له على فترات. يعني ممكن المهاره الواحده تبقى سهله ان هو يباصي الكره، لا انا ممكن اعديها له على 10 خطوات. اقبال متزايد جامد جدا، لان طبعا سمعه النادي طبعا مسمعها على طريق على العالم كله. السنه دي الحمد لله عدد في التزايد، واحنا حققنا العدد الحمد لله، ولسه في اقبال جامد جدا. يعني حاليا دلوقتي دفعه واحد حاليا شغالين فيها حاليا دلوقتي الحمد لله بفضل الاداره وبفضل التعليمات اللي احنا شغالين عليها. الاجراءات الاداريه اوريدي العضو بيقدم في الاكاديميه، بنبدا نبحث نشوف الورق بتاعه، بعد كده لغايه دخول ولاده الاكاديميه، وبنبدا ان احنا نوجهه لل حاجات الصح. في اي مشاكل بالنسبه للولد او للعضو احنا بنحاول نحلها. بنبدا في السن الصغير بنعلمه المهارات، مهارات الاساسيه للكوره، بنعلمه الانتماء، بنعلمه حاجات كتير قوي، حب النادي الاهلي، حب الكيان، حاجات كتير في الكوره. يعني اساسيات الكوره بتبدا من المبدا والمكسب والاراده والاصرار، وحاجات كتير قوي هنا بتبدا في اكاديميه النادي الاهلي. احنا بقدر الامكان بنحاول نعلم الولاد المهارات الاساسيه، وبعض شغل الفوت ورك برضو اللي محتاجه الولد، والتوافقات شغل الكوردينيشن، بس احنا بنهتم كتير جدا بالمهارات الاساسيه للولد، لان دي يعتبر الـ من الامور الاساسيه اللي لازم يتعلمها الولد. في حاجات تانية احنا طبعا بنكلمهم فيها، يعني مساله الالتزام والاخلاقيات دي احنا دايما بنتكلم فيها، بيبقى المدرسه عليها دور، البيت عليه دور، والاكاديميه طبعا عليها دور كبير. اكاديميه النادي الاهلي بتتميز عن جميع الاكاديميات ان هي تابعه للكيان نفسه، اللي هي خاصه ولا هي حاجه، من هنا تبقى نواه لتاسيس الاولاد الصغيرين، اللي بعد كده على اساس ان هو حاجه تكمل قطاع وتكمل الناشئين. بنتابع كل الاساليب الحديثه في التدريبات، سواء من ورش عمل لمحاضرات لتدريبات حديثه جدا، بنشتغل كل الحاجات اللي تقدر تاسس الولد كويس، من امور فنيه لامور فوت وورك عشان حركه الرجلين. الاكاديميه هنا عامله شغل ومطلعه اولاد كتير جدا في القطاع فوق، حاجه بجد 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 جميله جدا في الاكاديميه هنا. في اولاد بيبقوا جايين موهوبين بالفطره، وفي اولاد بيبقوا يعني محتاجين شغل كتير يعني، فاحنا بنتعامل مع المرحلتين يعني. الحمد لله في عندنا اولاد مبشرين جدا انهم هيبقوا ان شاء الله هنقدر ندعم منهم بالتنسيق طبعا مع قطاع الناشئين بقياده الكابتن خالد بيبو، في تنسيق بين مسؤولي الاكاديميه ومسؤولي القطاع، ففي اولاد مبشرين، وان شاء الله الفتره الجايه هنبدا نشوف عناصر من الاكاديميه في القطاع ان شاء الله. يعني بعلمهم الاول بدايات الكوره، ان انا ابتدي امشي بالكوره ازاي، بعلمه ازاي الحركات يمشي بيتحرك، بعلمه المهاره، بديله اسس الكوره اللي هو بيمشي ازاي بالكوره، يتعلم ازاي يتحرك بالكوره. ببتدي اديله توجيهات معينه في الملعب، لو لاحظت ان هو غلط فيها ابتدي اعدله وهو ماشي. ببتدي اطور معاه التمرينات بتاعتي واعلي الليفل شويه معاه كل شويه.